أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. سورة الجمعة كثير من المؤمنين ليلة الجمعة أو نهار يوم الجمعة يقرؤونها، في بدايات هذه السورة المباركة الله عز وجل يتحدث عن بعثة النبي صلى الله عليه وآله في الآيات الثلاث، من الآية الثانية إلى الرابعة حتى الرابعة الثانية والثالثة والرابعة. الله عز وجل يتحدث عن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وآثار بعثة النبي في الناس. هو الذي بعث في الأميين، لعله المقصود أم القرى، رسولا منهم يعني من نوع البشر. هذا الرسول فضله يتلو عليهم آياته، يزكيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة. بعد هذا المقطع الآية الثانية والثالثة والرابعة من هذه السورة التي تتحدث عن بعثة النبي صلى الله عليه وآله، الآية التالية جاءت بشكل غريب عجيب جدا، مرة واحدة بعد هذا المقطع المرتبط ببعثة النبي صلى الله عليه وآله مباشرة الله عز وجل يذكر شيئا غريبا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. اليهود، علماء اليهود، ما الارتباط بين هذين المقطعين؟ بعثة النبي صلى الله عليه وآله وآثار بعثة النبي، الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله، مرة واحدة اليهود، ما هو شأن اليهود؟ الذين حملوا التوراة اليهود أو علماء اليهود؟ الله عز وجل حملهم التوراة ثم لم يحملوها. مثلهم مثل الحمار يحمل أسفارا. ما الارتباط بين المقطعين؟ لعل هذا السياق
وهذا التسلسل في آيات هذه السورة المباركة التي يستحب أن تقرأ في الأسبوع على الأقل مرة، ليلة الجمعة أو نهار يوم الجمعة، لعل هذا السياق وهذا التسلسل، خصوصا عدم وجود أي فاصل بين المقطعين، لعله يشعر بأن هذا الذي حصل في اليهود سيحصل أو هو حاصل في هذه الأمة أيضا. الخطاب القرآني عموما بصورة عامة، وإن كان أحيانا يأتي يا أيها الناس، ولكن عموما الخطاب القرآني للمسلمين، لأن الذي يعمل بالقرآن، لأن الذي يقرأ القرآن، لأن الذي يرجع إلى القرآن هم المسلمون. هذا الذي حصل لموسى من قومه ممن ينسب نفسه إلى قوم إلى موسى، وهم اليهود ينسبون أنفسهم إلى موسى. هذا الذي حصل لموسى وحصل مع كتاب موسى التوراة، هذا الذي حصل سيحصل في هذه الأمة. ولكن الفارق فارقان. أولا، الفارق بين خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وبين موسى. اليهود صنعوا، أو علماء اليهود صنعوا ذلك مع موسى، وأين موسى من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ موسى يتشرف بمقامه العظيم، طبعا يتشرف أن يكون خادما عند رسول الله صلى الله عليه وآله. أولئك صنعوا مع موسى هذا الصنيع، ولكن هذه الأمة تصنع هذا الصنيع مع خاتم الأنبياء سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله. الفارق الثاني أن ما صنعته، أقول أمة موسى، يعني الأمة التي تنسب نفسها إلى موسى، ما صنعته تلك الأمة مع موسى ومع التوراة ومع تعاليم التوراة ليس إلا ذرة مما صنعته هذه الأمة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. عجائب هذه الأمة لا تنتهي ولن تنتهي. أمة عجيبة جدا، الله عز وجل بعث إلى هذه الأمة أفضل خلقه على الإطلاق. ماذا صنعوا به؟ أقرأ لكم حديثا شريفا صحيحة الحلبي. قبل أن أقرأ لكم هذه الصحيحة، أقرأ لكم صحيحة أخرى، صحيحة ابن عمار. في صحيحة ابن عمار عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال: لا تدع إتيان المشاهد كلها، مشاهد المدينة، مسجد قباء، فإنه المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، ومشربة أم إبراهيم، ومسجد الفضيخ. مسجد الفضيخ هو مسجد الشمس، مسجد رد الشمس، المسجد الذي حدث بالقرب منه قضية واقعة معجزة رد الشمس، ومسجد الفضيخ، وقبور الشهداء، ومسجد الأحزاب، وهو مسجد الفتح. رواية جدا طبيعية، صحيح. الإتيان إلى هذه المشاهد التي تذكرنا برسول الله صلى الله عليه وآله، تذكرنا ببعض تاريخ النبي، ببعض إنجازات النبي صلى الله عليه وآله،
المفروض هكذا. أنتم مسلمون، المسلم يعظم آثار النبي صلى الله عليه وآله، الآثار التي تدل على رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا شيء طبيعي، كل البشرية يفهمونها. هذا تعظيم للدين، تعظيم لرسول الله، تعظيم رسول الله، تعظيم للدين، تعظيم لله عز وجل. واضح، ليس غريبا، الرواية طبيعية جدا. أما الرواية التالية مؤلمة، مؤلمة جدا، في نفس هذا السياق في صحيحة الحلبي، الرواية وردت عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام بسند صحيح. قال الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: هل أتيتم مسجد قباء أو مسجد الفضيخ أو مشربة أم إبراهيم؟ سأل من الحلبي من الراوي. قلت نعم، طبعا أنا جاي للمدينة أزور النبي صلى الله عليه وآله، أزور الأئمة عليهم الصلاة والسلام، أذهب إلى هذه المشاهد، هذه المساجد، هذه الآثار لرسول الله صلى الله عليه وآله. الكلمة المؤلمة هنا: فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لم يبق من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله شيء إلا وقد غير غير هذا. غيروا كل آثار رسول الله. متى؟ بعد 14 قرنا من استشهاد النبي صلى الله عليه وآله. لا، بعد أقل من قرن، الرواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، بعد أقل من قرن من استشهاد النبي صلى الله عليه وآله. لو كانوا يصنعون مثل هذا الصنيع مع أي شخصية عظيمة، العالم كان ينكر هذه الشخصية عظيمة. تزيلون آثارها، تغيرون آثار هذه الشخصية، غير معقول، غير مقبول، منكر. فكيف بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله بعد مضي قرون طويلة الناس نسوا؟ لا، بعد أقل من قرن. من صنع هذا الشيء؟ اليهود؟ لا. نصارى؟ لا. هندوس؟ لا. عباد الوثن؟ لا. من يسمي نفسه مسلماً، من يقول رسول الله في قلبي، رسول الله في قلب كل مسلم، هؤلاء صنعوا، هؤلاء غيروا كل آثار النبي. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول كل شيء، كل الآثار غيروها إلا هذه. طبعا هذه أيضا غيرت، الباقي اليوم من هذه الآثار الثلاثة فقط مسجد قباء، مسجد الفضيخ أيضا وزيح، مشربة أم إبراهيم أيضا ما موجود، أرض جرداء الذين ذهبوا إلى المدينة يعرفون، مقبرة صنعوها، مقبرة وأطراف المقبرة أيضا محوط. هذا الشيء صنعوه، أصل التغيير قبل أكثر من 1300 سنة بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله بأقل من 100 سنة، حتى نعرف ارتباط هذه الآيات المباركة، قضية بعثة النبي صلى الله عليه وآله مع آية مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. هذا هؤلاء حملوا القرآن ثم لم يحملوها. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة يضرب مثلا، دققوا، الله عز وجل ما تحدث عن اليهود في هذه الآية المباركة، يقول مثل
هذا ضربا مثلا، افهموا هذا الشيء سيحصل وقد حصل. بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله بأقل من 100 سنة، لا، الآثار فقط هذه الآثار أزالوها وغيروها ودمروها، لا، أهم من هذه الآثار غيروها قبل أقل من قرن، قبل النصف، بعد نصف قرن، بعد نصف قرن من استشهاد النبي صلى الله عليه وآله ذبحوا ابنه علنا أمام الناس في كربلاء، ذبح، هذا تعبير الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، ما كان قتلا لسيد الشهداء، أصحاب سيد الشهداء قتلوا، الإمام الحسين ذبح، ابن رسول الله قتلوه ذبحوه بعد نصف قرن. النبي صلى الله عليه وآله في السنة 11 من الهجرة استشهد، واقعة عاشوراء في السنة 61، بالضبط نصف قرن بعد رسول الله. ما هجم عليه جماعة في مكان، لا، في الصحراء أمام آلاف مؤلفة ويكبرون بأن قتلت، الله أكبر يقولون ويذبحون ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه آثار رسول الله، تركوا أحدا من أبناء رسول الله إلا وقد قتلوه. لا، لماذا نتحدث عن نصف قرن بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله؟ بأسبوع 7 أيام أو أقل هجموا على دار ابنته، أحرقوا دار ابنته. حتى نفهم الارتباط بين آية بعثة النبي صلى الله عليه وآله وآية مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. بعثة النبي فرحة كبيرة، ولكن تذكرنا بأحزان كبيرة. أصلا أفراح رسول الله صلى الله عليه وآله كلها تذكرنا بأحزان كبيرة كبيرة. وجرى ما جرى على أهم أثر لرسول الله صلى الله عليه وآله وهم آله، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ماذا صنعوا بالعترة؟ وماذا صنعوا بالكتاب؟ عندما نتحدث عن جرائم مجرمين، عادة ما طبيعة البشر هكذا، عادة ما الإنسان ذهنه يشرد، يقول القضية ليست عندي، مجرم ارتكب جريمة، أنا لست مسؤولا، هذا طبيعة البشر، أنا ما ارتكبت الجريمة، فلان ارتكب الجريمة، أنا لا علي بها. وهذا ما فسح المجال لهؤلاء أن يزيدوا الجرعات في ارتكاب الجرائم. جريمة هدم، نسف، تغيير آثار رسول الله صلى الله عليه وآله انتهت؟ لا، في كل يوم هذه الجريمة ترتكب، في كل يوم من استشهاد النبي إلى يومنا هذا، محاولة نسف آثار النبي، آثار النبي ليست فقط مساجد، مسجد الفضيخ، مشربة أم إبراهيم، لا، هذه من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله، من الآثار المهمة، ولكن ليست فقط هذه الآثار، نسل رسول الله من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله. الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله هذا من أهم آثار رسول الله. يغير الدين، يغير يوما بعد يوم، يغير القضية، ما انتهت جريمة، ما ارتكبت وانتهت خلاص. تشويه سمعة النبي صلى الله عليه وآله، هذه السمعة الطاهرة النظيفة كم شوهت وكم تشوه في كل يوم، في كل يوم، ليس مبالغ في هذا. الجريمة ارتكبت، نحن لا علينا، لماذا لا علينا؟ هذه الكلمة قالها أولئك في القرن الأول، فاجترأ المجرمون أن يصنعوا ما صنعوا، واليوم أنا أقول
أنا لست المجرم. صحيح أنت لست المجرم، ولكن أنت لك تأثير في المحافظة على آثار رسول الله صلى الله عليه وآله، الآثار العلمية للنبي صلى الله عليه وآله، الثقافة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وآله لنا، الآثار المادية لرسول الله، الآثار المعنوية، بركات رسول الله، الحفاظ على هذه الأمور. أنا عن نفسي وأمثالي أتحدث، لا أقول للشباب. نحن مضى من عمرنا ما مضى منه، يلزم أن ننتبه أن الدنيا ليست مكان جئنا نأكل نشرب نعيش عيشة عادية، مثل، لا أقول شيئا أسوأ، أقول مثل بقية البشر العاديين. الدنيا ليست هذه، كفى غفلة في الدنيا. الدنيا مكان عمل، مكان محافظة، كل واحد من زاوية عمله، من زاويته. لا أقول الشخص الذي يكون طبيبا يأتي ويصبح فقيها، ليس المطلوب من هذا. كل شخص من زاوية عمله يسعى لحفاظه، للحفاظ على آثار رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله تعب ما تعب، أهل بيته تعبوا، ولا زال ابنه أرواح العالمين له الفداء في مشقة، في تعب. هذا موضوع أتركه على أبواب بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هناك دعاء للإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يبين جوانب مما يرتبط بالصلاة على محمد وآل محمد. مقطع من هذا الدعاء أقرأه لكم وأختم به حديثي. هذه مقاطع أدعية بالفعل، دعاء جميل. وفي أدعية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تنوير، تثقيف، تفهيم، ترقية، ليس فقط ترقية علمية، إنما ترقية نفسية، وبعد ذلك ترقية روحية. يقول الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء: اللهم إن محمدا صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام الصادق يخاطب الله عز وجل عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله: كما وصفته في كتابك، حيث تقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فأشهد، الإمام الصادق يقول: فأشهد أنه كذلك، رسول الله هو هكذا، كان كما قلت، وأنك لم تأمر بالصلاة عليه إلا بعد أن صليت عليه أنت وملائكتك. اللهم صل على محمد. وأنزلت في محكم قرآنك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا لحاجة إلى صلاة أحد من المخلوقين بعد صلاتك عليه. النبي يحتاج إلى صلاة المخلوقين؟ لا، أنت صليت عليه. ولا إلى تزكيتهم إياه بعد تزكيتك. إذن لماذا أمرت يا الله الصلاة على رسول الله؟ بل الخلق جميعا هم المحتاجون إلى ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الخلق جميعا محتاجون إلى رسول الله، لا، محتاجون إلى رسول الله واضح. الإمام ما قال بل الخلق جميعا هم المحتاجون إليه، إلى رسول الله، قال إلى ذلك، يعني إلى الصلاة عليه. اللهم صل على محمد ومحمد. لماذا؟ لأنك جعلته بابك الذي لا تقبل لمن أتاك إلا منه. اللهم صل على محمد. وجعلت الصلاة عليه، إذن لماذا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وجعلت الصلاة عليه قربة منك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أنت الذي صليت على رسول الله بهذه الصلاة، أنت تتقرب من الله عز وجل. وجعلت الصلاة عليه قربة منك، المصلي يقترب من الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة. ووسيلة إليك، وابتغوا إليه الوسيلة. نحتاج إلى وسيلة، بنص القرآن الكريم نحتاج إلى وسيلة إلى الله عز وجل. الوسيلة إلى الله هي الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وزلفة مقاما عندك، ودللت المؤمنين، أو دللت الظاهر هكذا، ودللت المؤمنين عليه، على رسول الله، وأمرتهم بالصلاة عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عندك آثار، عندك فوائد في حياتك لتزداد من هذه الفوائد، ليزدادوا بها أثرة لديك. الصلاة على رسول الله تزيد أثرة لدى الله عز وجل، ليزدادوا بها أثرة لديك وكرامة عليك. المصلي على رسول الله يزداد كرامة له، للمصلي على الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ووكلت بالمصلين عليه ملائكتك يصلون عليه ويبلغونه صلاتهم وتسليمهم. هذا مقطع من الصلاة، من الدعاء الذي دعا به الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ويدعى بهذا الدعاء في مثل هذا الوقت، عصر يوم الجمعة، وقت هذا الدعاء. طبعا الدعاء له بقية، هذا الدعاء يدعى به عصر يوم الجمعة، وارد عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير قلوبنا بنور رسول الله وأهل بيته الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا حبا لهم، وأن يزيدنا اتباعا لهم، وأن يزيدنا خدمتهم، وأن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.